تحت رعاية المجلس الوطني لثقافة والفنون والآداب، افتتح في قاعة أحمد العدواني بضاحية عبد الله السالم معرض الفنان التشكيلي المغربي أحمد جريد المبدع بالرسم، أحد أهم المعارض حقيقة اللي تم تقنينها من خلال إدارة الفنون التشكيلية للفنان والأكاديمي حقيقة الكبير والمهم في عالمنا العربي، وهو الفنان المغربي أحمد جريد. لوحات معبرة عن آلام إنسانية وبيئية، وكذلك اللون اللي تم اعتماده من خلال مادة الفحم أكثرها، وهذه فرصة طبعا للانفساح على الجمهور الشقيق.